السلام عليكم، اهلا بحضراتكم وحلقه جديده من الو مكملين. اهلا بكل الناس في صوت الناس. اخباركم ايه في رمضان؟ ان شاء الله تكون الامور بخير وتكون ليالي الرحمه بتهل علينا كلنا وبنتراحم فيما بيننا، الناس كلها تتراحم مع بعض. مهم جدا نستحضر معاني رمضان في بيوتنا وفي تعاملاتنا مع اهالينا ومع جيراننا ومع كل الناس. مصر دايما ولاده، كلمه بيقولوها الناس من زمان. في البعض فاهم هي ولادة ليه وفاهم المعنى الحقيقي، والبعض التاني عارف انها ولادة علشان فيها ناس كتير بتتولد كل شوية، والبعض التالت بيقولها هو مش فاهم يعني ايه مصر ولادة. مصر ولادة بالافكار اللي بترفض الظالمين. كل شوية يطلع لنا واحد ظالم يعمل لنا ان هو يعني بيعمل اللي محدش عمله، عايز يفهمنا ان هو نص اله في الارض بس هو متدين، وهو صايع جدا بس محترم، وهو بيعرف كل حاجة وفهمناها سليمان، وهو حكيم وفيلسوف، وهو جحش أصلا ومالوش فيها. ده مش أول مرة يجي على المصريين، جه علينا كتير، بس دي النسخة الأكتر عوالة، أكتر واحد غبي اللي هو عبد الفتاح السيسي. المصريين بقى المبدعين دول ومصر الولادة، الناس فيها بتبتكر كل شوية فكرة جديدة للاعتراض، ودايما بيكون في ايقونه للثوره. يعني ثوره يناير مثلا كانت ايقونه الثوره مدينه السويس، وقبلها كان المحله لما طلعت حركه كفايه، وهكذا كل شويه بتتنقل مش فيروسات، ما ينفعش تبقى فيروس، كل شويه بتتنقل جينات الكرامه في البلد علشان تطلع في محافظه ما. مؤخرا جينات الكرامه دي ظاهره قوي في اسكندريه. شفنا عبد الجليل لما طلع فوق اللوحة وهتف ضد السيسي وهتف لفلسطين، وقال السيسي خان وعميل بوضوح وصراحة. طب الراجل ده مين؟ الراجل ده أمين شرطة، كان لابس الزي بتاعه وكان بيقول ان انا بتبرأ من كل ده. شوية ومبارح شفنا مظاهرات في اسكندرية والناس نازلة تتظاهر ضد السيسي، مظاهرات بسيطة، الناس جايبة ورق ابيض بتاع ده قماش ابيض وكاتب عليه بخط الايد جوعتنا يا سيسي. انا لا هقول لك بقى يعني شعارات جامده ولا شعارات حزبيه ولا حاجات من الفخمه دي، انا بقول لك الحقيقه، انت جوعتنا. فجت الشرطه تتعامل معاهم بعنف، فبدا كان في صف ضابط معدي، صف الضابط المعدي ده ما عجبوش الامر فضربوه وسحلوه. يعني اللي هو بيقول لهم يا جماعه عاملوا الناس كويس، عاملوا الناس كويس، بس القصه ما فيها ان عاملوا الناس كويس. اهو امن يعتدي بالضرب والسحل على صف ضابط بالقتل المسلح لرفضه الاهانه. وده اللي بيخليني اكد على اللي بقوله لحضرتك دايما، ان كل مؤسسات الدوله دي فيها وطنيين ومخلصين وناس كويسه. يعني ده انا متاكد منه زي ما انا متاكد اني بكلم حضرتك دلوقتي. وكل مؤسسه هتلاقي فيها ناس كويسه. علشان كده او اللي بيعضد كلامنا ده بيأكدوا ان صوت الاحتجاج العالي ظهر من اتنين من مؤسسات عسكرية. اتنين من مؤسسات عسكرية اللي هي ايه؟ مؤسسة الشرطة ومؤسسة الجيش. امين شرطة وصف ضابط في الجيش. يعني عارف انت، هي بتيجي واحدة واحدة كده. ليه؟ طب الناس دي اصلا عندها وظائف ثابتة وعندها مرتبات كويسة وعايشة كويس، طب ايه اللي يخليهم يطلعوا يتظاهروا او يعترضوا؟ هم عارفين النتيجه ان هيكون في ثمن كبير بيتدفع. القصه وما فيها ان اكتر واحد شايف الظلم هو اللي واقف في صف اللي بيظلمه. وصدقني هي بتبدا كده واحده واحده بسبب انت ما تعرفوش وانا ما اعرفوش، ولكن بتبدا كره التلج تكبر لحد ما يقدرش عليها النظام. عشان كده دايما بقول لك مصر ولاده. والناس اللي كانت عماله تقول الشرطه والجيش، طب اهو اللي بيعترضوا في البدايه شرطه وجيش، او اللي بيعترضوا بصوت عالي شرطه وجيش.